صباح الخير مشاهدينا. نشرة الأخبار من التلفزيون العربي. أفاد مراسل التلفزيون العربي في لبنان بتحليق مكثف صباح اليوم لطائرات استطلاع إسرائيلية مسيرة على علو منخفض بعد ليلة من المناورات العسكرية على تخوم مزارع شبعة المحتلة. جاء ذلك تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي دفعه وحدة من جنود المشاة إلى القيادة الشمالية على الحدود مع لبنان، حيث ستتولى هذه القوات مهمة المراقبة على طول الحدود الشمالية في أعقاب تهديدات من حزب الله بالرد على مقتل أحد عناصره جراء غارة على مواقع عسكرية بالقرب من العاصمة السورية دمشق مساء الاثنين الماضي. من جانبها دعت قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل إلى الالتزام بضبط النفس والحفاظ على الهدوء الذي يسود المنطقة. هذا وكشفت مصادر مطلعة في حزب الله للتلفزيون العربي أن روسيا نقلت رسالة إسرائيلية إلى قيادة الحزب مفادها أن الغارة الإسرائيلية بالقرب من دمشق لم تكن تستهدف مواقع الحزب وأن أحد عناصرها قتل عن طريق الخطأ. وقالت المصادر إن حزب الله سيؤكد مجددا على تثبيت المعادلات وقواعد الاشتباك الجديدة وأن الرد على استهداف عنصر في صفوفه سيكون حتميا، لكن الحزب سيختار التوقيت والمكان المناسبين على حد قوله. متابعة لهذا الأمر ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، لنبدأ بهذه التعزيزات الإسرائيلية للحدود الشمالية مع لبنان، وأيضا دعنا نعرج عما عرضناه قبل قليل أن هناك رسالة عبر وساطة روسية من إسرائيل إلى حزب الله. نعم، يعني فعليا الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب منذ مطلع هذا الأسبوع، منذ أن نفذ الغارة على مواقع في قرب العاصمة السورية دمشق ونتج عنها مقتل أحد عناصر حزب الله. ولكن الجيش الإسرائيلي اليوم اتخذ قرارا واضحا بالدفع بالكتيبة 13 من فرقة لواء جولاني إلى المنطقة وإلى الحدود الشمالية، أي الحدود مع لبنان، وهذا من أجل توقع أو تأهب لإمكانية رد حزب الله بعد عدة التهديدات وصلت لإمكانية الرد. الكتيبة هذه ستقوم بعدة أمور، أهمها حماية الحدود والذهاب في جولات استطلاع في تلك المنطقة، أيضا تواجدها في مناطق حساسة من المتوقع أن يكون رد من حزب الله باتجاه هذه المواقع والحمايتها. ولكن حتى الآن الوضع في شمال إسرائيل على حاله، لم تجرى أي تغييرات، لم تجرى أي تقييدات للسكان مثل منعهم للتنزه أو منع مناطق أو فرض قيود على مناطق معينة بالقرب من الحدود. فقط الجديد هو قيام هذه الوحدة بالانتشار في ظل حالة من التأهب. أيضا الجيش الإسرائيلي كان قد ألغى مناورة كانت من المتوقع أن تجرى اليوم في الشمال، وهي مناورة روتينية بحسب الجيش الإسرائيلي من أجل التدريبات، ولكن قال الجيش بأنها هذه المناورة الروتينية سيقوم بإلغائها تحسبا من عملية الاستفزاز أو الاستهداف لتلك المناورة، وذلك في محاولة لعدم انجرار الوضع إلى مواجهة في تلك المنطقة. أحمد، المقاطعة وعن الطائرات، طائرات الاستطلاع الإسرائيلية المسيرة كما أفاد مراسلنا في لبنان، هل من معلومات أو تفسير؟ عادة في تلك المناطق تقوم القوات الإسرائيلية بإرسال وأبلغ أكثر من مرة عن اختراق الحدود مع لبنان. حتى الآن لم يتم التعقيب الإسرائيلي حول قيام هذه الطائرات المسيرة بجولات استطلاع في جنوب لبنان، ولكنه في ظل هذا التأهب الكبير للجيش ونشره لهذه الوحدة في الشمال من المتوقع أن يقوم بأعمال رصد إن كان عن طريق الطيران، وأيضا هناك أعمال رصد على الحدود. هناك تخوفات إسرائيلية من رد لأنه في الفترة السابقة وخلال أكثر من مواجهة مع حزب الله كانت إسرائيل تعلم بأنه إذا قال حزب الله أنه سيرد فإنها كانت تتأهب من أجل ترقب الرد، ولكن كيفية الرد، نوعية الرد، هذا ما كان يختلف. حتى الآن تأهب دون قيود محدودة، دون قيود على تلك المناطق، هناك نشر لهذه القوات. يمكن أن يكون التأهب خلال الأسبوع المقبل دون أي رد من حزب الله، ويمكن أن يكون هناك رد في الأيام القليلة المقبلة. هذا متروك إلى وضع الساحة الميدانية في تلك المنطقة. ديما من القدس أشكرك مراسلنا أحمد جرادات، نهارك سعيد.